السلام عليكم، معكم شاهد العبادي، وبهذا الفيديو جاي نحكي عن هذا الكتاب هناك إله لأنتوني فلو. وقبل ما أبلش أحكي حاب أحكي من أنتوني فلو. أنتوني فلو واحد يعتبر من أهم الملحدين في الغاب لسنين، فهو كان يعتبر واحد من أهم الشخصيات الإلحادية أو المدافع عن أو بلاش نحكي الإلحادية، أكبر واحد مدافع عن لا دينية، يعني عن المنكرين لوجهة الإله. المهم، بعد البحث الطويل لأنتوني فلو، بعد سنين من الإلحاد ومن التبشير بالإلحاد عشان نكون نحكي الكلمة المناسبة، غير موقفه وبلش يؤمن بالإله. وممكن نحكي إنه صار هذا ربوبي وآمن بالإله، ومش بس آمن بالإله بل كمان ممكن نحكي بسبب هذا الكتاب بآخر فصل فيه، ممكن نحكي إنه كثير توجه للمسيحية. المهم عشان ما نطول حكي، بالنسبة لهذا الكتاب اللي هو ترجمة صالح الفضلي كان اسمه، الكتاب فعلا 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 ممتاز، وأنا أمانة عجبني كل إشي فيه، والشرح كمان تاع الأفكار اللي فيه جدا عجبتني. كلامه عن الوعي، إنه الوعي مش إشي مادي، كلامه عن الحياة، عن روح، عن حياة الأرض، ناقش كل الأفكار ممكن تخطر ببالك أو اللي بيحكوها الملحدين، بالذات الملحدين الغابيين زي ساماس مثلا. فهو ناقش الأفكار كلها، وما ناقشها بالأسلوب والله الصعب العلمي، مع أنه أنا حسب ما بعرف أنه أنتوني فلو عالم، هذا حسب ما بعرف، مش متأكد من هالمعلومة، أو فيلسوف، أنه طول الكتاب كان يحكي عن الفلسفة. فهو بيرد لك على الأفكار هاي، بيشرح لك إياها، بيناقشك فيها، مش بأسلوب صعب ما تفهمه، لا هتفهم غصبا عنك فعليا. وأي فكرة ما بتتجاوب، يعني الأفكار، يعني أكبر فكرة يمكن نتكلم عنها هي فكرة المسيح بآخر فصل، ممكن أخذت 6-7 صفحات أو أحكي ب8 صفحات بالكثير. فبدي أحكي إنه كمان ما بمط بالحكي، وهذا الإشي أنا كثير بحترمه وبحبه، والكتاب فعلا ممتع. أنا اشتريته قبل يومين، خلصته إمتى؟ بيوم واحد خلصته، مع إنه كبير فعليا، هو 200 صفحة أو ممكن 200 صفحة، مع والأفكار اللي فيه بسرعة، يعني زي ما بيحكوها تقبلتها. طيب، هل عندي ملاحظات على الكتاب؟ مع إنه أنا شكله عاجبني كثير، لأنه أنا مش عارف شو بدي أحكي عنه. الكتاب فعليا ممتاز جدا، طريقة الشرح فيه، الأسلوب، فكرة إنه بناقش مثلا الكون، إنه مثلا لكل إشي إله بداية، إحنا كلنا نستوعب إنه أي إشي إله بداية فأكيد إله موجد، زي مثلا البيج بانج اللي هي الانفجار العظيم، ثابت إنه في إشي اسمه الانفجار العظيم حاليا، ما دامه ثبت إنه في إشي للكون إذا أكيد إله موجد. وبعدين ناقش مثلا فكرة من خلق الخالق، وهذا الحكي كله ناقش يعني الأفكار كلياتها، بس أنا ما بدي أطول الفيديو، لو بدي أضل أحكي عن إيجابيات الكتاب ما بخلص. المهم، يعني بآخر فصل بالكتاب أنا أمانة ما عجبني كثير، أمانة آخر فصل اسمه، شوي أشوف لكم اسمه، الوحي الذات للآلهة في تاريخ البشرية. هذا أمانة آخر فصل كتبه حسيته ضعيف أمانة، يعني وهو بيحكي عن فكرة المسيحية، إنه لو هو مثلا لو بده يختار دين كان اختار المسيحية. وأمانة كلامه بهذا الفصل كان جدا ضعيف، وبنم هذا الموضوع أظن على إنه مش عارف بالضبط شو هي المسيحية، أو ما لهوش مثلا بموضوع المخطوطات وهذا الحكي. فبالكتاب بيحكي كلام فيما معناه إنه الأناجيل انكتبت مع بعض، بل هو حتى بيحكي بالحرف الواحد إنه هم ما بعض بالضبط إمتى انكتبت الأناجيل. وبيحكي لك كمان إنهم الناس العلماء في الدين المسيحي حسب ما أنا فهمت بعض من كتب هاي الكتب، مع انه هو شخصيا ما بعرف، بس هذا الكلام فعليا كمان غلط، لانه احنا فعليا لحد هسه كتبت الاناجيل الاربعه، متى، يوحنا، ماقس، لوقا، ومش عارف مين، هاي الاناجيل لحد هسه احنا ما بنعرف مين اللي كتبها فعليا، تمام؟ هي خلينا نحكي استنتاجات، في استنتاجات انه كتب فلان الفلاني، بس ما في دليل على هالموضوع. ممكن اتراجع بهذا الموضوع، تاريخ الكتاب المقدس، اظن اسم الكتاب، أظن اسم كتاب تاريخ المقدس، بحثتوا عنه على النت حتلاقوه PDF عادي. فاللي بدي أحكيه هنا أصلاً ما إحنا ما بنعرف مين كتب الكتاب المقدس. وغاهك هو برضه حكى لك إنه اليهود، يعني بيحكوا لك إنه المسيح هو ادعى إنه هو الله ومش عارف شو. طيب إحنا نرجع للإنجيل نفسه، الإنجيل نفسه شو بيحكي المسيح فيه؟ أنا إنسان أتكلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يفعله إبراهيم. هذا الكلام بيحكي متى يسوع؟ لما يجوا اليهود دم يهاجموه. فمستنتج إذا خذنا بس برواية الإنجيل نفسه مش هنستوعب إنه إله. أنا شخصياً قرأت العهد الجديد، مش كله يعني، بس قرأت العهد الجديد، ما شفتش
انه ممكن يحكي انه يسوع هو الله فعليا. ممكن البعض لما يقرأوا هيك استوعب، انا شخصيا ما استوعبتش انه هو اله. بعدين كلامه جدا عاطفي، بتحس انه فعليا متعاطف مع شخصية يسوع المسيح جدا، ولكن ما بتحسش انه في شيء دافع يعني عن جد. هو ما صار مسيحي، هو لا ادري اظن او ابوبي حسب ما انا بعرف، اظن انه ابوبي ما صار مسيحي، بس الكلام اللي حكاه عن المسيحية فعليا ببين لك انه متعاطف جدا جدا جدا، والكلام فعليا ضعيف جدا امانة يعني، صراحة يعني ما اظن انه حدا يعني بيعرف ألف باب الكتاب المقدس يمكن يحكي هذا الحكي. وبقول لك مثلا عن محبته ومحبته، طب هو بالعهد القديم يهوى اللي هو نفسه يسوع ما كان إله خلينا نحكي محب. طبعا احترام، أنا عندي احترام لكل المسيحيين واليهود، ولكن فكرة أن الله يهوى تحكي له أنه إله رحيم، هذا صعب جدا واحد يتقبلها، وأنه هو كان يكون هو نفسه إله العهد القديم ونفسه يسوع بعضه صعبة. على كل حال غا هذا الفصل الأخير، الكتاب جدا ممتاز ممكن تقرأوه، وأنا بنصح فيه إذا كنت مثلا ملحد بدور عن إجابات، فأنا بنصحك فيه، الكتاب جدا ممتع. الأفكار اللي فيه ما بتطول يعني، بسرعة بتخلصها. إذا كنت مثلا شخص مثلا مهتم بالنقاش الإلحادي أو الإسلامي برضه بفيدك، إذا كنت مثلا شخص مثلا ربوب يحكي بهمك، بهم الكل هذا الكتاب صراحة، ومش كبير الكتاب. وفعلا فعلا 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 الجهد تاع أنتوني فلو كان فعليا ممتاز، هو ميت هسه فعليا، الكتاب مش قادر حتى الاقي كلام مناسب له، بس بدي احكيه كمختصر شديد، بنصح بالكتاب بقوة، جيبه بنجد بنصحك فيه. ويلا سلام، واتمنى هذا الكلام القليل يكون مفيد. يلا سلام.